مرحبا بكم، اليوم سنشرح أول درس لمادة الإعلامية للمبتدئين. الدرس الأول هو الحاسوب. هيا نبدأ. أول شيء سأوضح لكم مفهوم الحاسوب. الحاسوب هو جهاز إلكتروني صنع من قطع معدنية جامدة يعمل بالتيار الكهربائي، وهو جهاز متطور عصري. تطور الحاسوب في شكله ولونه وحجمه ومحتواه، وهو جهاز مبرمج لمعالجة المعلومات، به ذاكرة تخزن بها كل المعلومات ويمكن الاطلاع عليها أو تغييرها. الآن سنتعرف على وظائف الحاسوب. للحاسوب ثلاث وظائف أساسية. الوظيفة الأولى هي وظيفة الحساب. يقوم الحاسوب بكل العمليات الحسابية المعقدة. الوظيفة الثانية هي وظيفة الذاكرة. تقوم الذاكرة بخزن المعلومات الضرورية للقيام بعملية ما عند الحاجة. الوظيفة الثالثة هي وظيفة المراقبة. تمكن الحاسوب من إنجاز كل الأوامر في تسلسل تام ومنظم. والآن سنتعرف على أنواع الحواسيب. للحواسيب أنواع عديدة وأصناف مختلفة تتجدد كل سنة. سنجد الحاسوب العملاق والحاسوب العائلي، القار والحاسوب المحمول. والآن سنغني أنشودة الحاسوب. معلومات معلومات، هذا عصر المعلومات. هيا نقرأ، هيا نكتب، هيا نجمع، هيا نضرب. معلومات معلومات، هذا عصر المعلومات. هيا نقرأ، هيا نكتب، هيا نجمع، هيا نضرب. عبر الشاشة سوف نشاهد كل العالم، سوف نرى بغرائبه وعجائبه. عبر الشاشة سوف نرى، عبر الشاشة سوف نشاهد كل العالم، سوف نرى بغرائبه وعجائبه. عبر الشاشة سوف نرى. معلومات معلومات، نحن جيل المعلومات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. إلى اللقاء.